فصح سحور في رمضان. أيوة. أمر النبي سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم. سيد السلام. سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم. سيد السلام. تسحروا فإن سحور بركة. ومعنى الحديث هو إنه اللي يتسحر يخف على روح الجوع والعطش. وهذا ما عندوش علاقة لا بكمية الماكلة ولا بكميتها. فهمت؟ الميكروما. قال زيد سيد النبي صلى الله عليه وسلم. سيد السلام. إن التمر باهي في السحور. والحديث يقول نعم السحور المؤمن التمر. ولذا سحورنا هو التمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نورمال.